السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد المرزوقي أحد الضباط المشاركين في محاولة الانقلاب على الملك الحسن الثاني في قصر الصخيرات عام 71 وأحد الناجين من جحيم سجن تزممرت سيد أحمد مرحبا بك أهلا وسهلا توقفنا في الحلقة الماضية عند اللحظة التي التقيت فيها مع الجنرال المدبوح، وقلت أنه كان يبدو وكأنه يبحث عن شيء أو عن أحد. كيف كان هذا اللقاء بينكما؟ الجنرال كان متجاوزاً. ما لاحظته هو أنه كان متجاوزاً. ما معنى متجاوزاً؟ يعني كان يظهر لي كإنسان تجاوزت الأحداث. كان ممسكاً بمنديل في يده. وكان بين الفينة والأخرى يمسح على شفتيه آه، نادني كان يرتدي زيه العسكري لا 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 كان قميصا في تلك الحفلة كان الكل كل يحتفل بعيد ميلاد الملك بقميص بسيط والملك كان يعشق الملابس المزركشة نعم ناداني قال قال لي أنت من أهرمو قلت نعم من كولونيل من جنرال قال لي كنت تعرفه؟ لا عرفته عرفته لانني سبق لي ان رايته في القصر لما ذهبنا ل للتدرب على تقديم بعض الالويه للملك انت ذهبت قبل ذلك نعم الى القصر نعم, نعم ورايته طبعا هو كان يمثل الملك في في, ال في التدريب الاول كان كنا نقدم له الالويه قبل ان نعوضه جنرا اخر مجرد ان لمحته وعرفته عرفته 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 قال لي انت من او قلت له جنرال قال لي هيا اخرج نادي تلاميذ على التلاميذ واخرجوا اخرجوا المدنيين من 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 القاعات الى غير ذلك. ف امتثل طبعا وهنا كان في ضباط غيرك موجودين او جنود في تلك اللحظه؟ في تلك اللحظه لا اعتقد. ماذا كنت ترى فيها في تلك اللحظه؟ كان الكثير من من التلاميذ يخرجون المدنيين المدعوين يخرجونهم من من القاعات كانوا يعتصمون بالقاعات وب يخرجونهم الى الساحه في الى الساحة. الساحه الى خارج <applause> الساحه المهم في تلك الاونه شهدت بعض اللقاء الذي جرى بين الجنرال المذبوح والكولونيل ابابو أنت إلى هذه اللحظة لم تكن قد رأيت الكونيل الأعباب قائدك؟ لا, لا مباشرة بعد هذا رأيته 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 وكان بصحبة بضعة ضباط بعض الأصدقاء فطبعا جرى بينهم حديث أنا طبعا لا أدعي بأنني سمعته كله كل ولكن سمعت, سمعت بعضه بعضه ما الذي ما إلى مسامعك؟ قال له قبل أن تبدأ أن تسرد ما الذي جرى؟ كان متوترين الرجلين كان متوترين ام عبابو كان كان يعني هذا هو الغريب الغريب في الامر كان هادئا كان جرحه ينزف كان جرحه طبعا تابع تابع ربطه ربطه وكان ممسكا بمسدسه في يده وتابع عمله كأن شيء لم يكن ببروده غريبه جدا شخصيه غير عاديه شخص ببروده يعني يعني مدهشه اقول هذه طبعا ما استطيع ان اقوله في 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 شخصي. المذبوح كان متوترا هذه اول مره انت كنت ترى اصابه اعبابه او تعرف انه اصيب؟ لا طبعا لما رايته عرفت بانه اصيب بانه اصيب برصاصه في كتفه وسنرى فيما بعد كيف استطاع كيف استمر رغم العناء رغم التعب رغم كل شيء. المهم ما ساحكيه هو بضع مما رايته والباقي كمله لاصدقائي الذين كانوا تذكر من المجموعه التي كانت تقف باعبابه والجنرال المذبوح؟ كان هنالك المرشح الرئيس الذي لم يفارقه محمد الرئيس محمد الرئيس لم يفارق اعبابه نعم وكان هنالك وهو كتب في مذكراته اشياء تفصيليه حول هذه نعم الاشياء نعم كان هنالك الملازم عبد العزيز الدودي وبضع اخرين لم اعد مع مرور الوقت الذكريات تاخذ في الانطماس على كل حال هنا هذه هذا المشهد طبعا قلت رايت بضع قليلا منه والباقي الاخر كمله اصدقائي وعبابو قال لي المذبوح لما التقى عبابو قال له ما هذه باللغه الفرنسيه؟ تكلم باللغه الفرنسيه ما هذه الفانتازيا؟ وتعرف ما هي الفانتازيا؟ في فوضى يعني لا طبعا يقصد بها ذلك الفولكلور الذي يركب نعم. فيه الفرسان على الخيل ويطلقون البارود ما هذه الفانتازية انا لم امر بهذا انا لم امر بهذا انا لم امر بهذا بهذا معنى ذلك ان المذبوح هنا اعلن مسؤوليته عن نعم. كل التحرك نعم قال انا لم امر بهذا قال له تجاهل ما قال له قال مون ايها اللواء لقد اكملت الشطر الأول من مهمتي وعليك بإتمام الشطر الثاني قال لو أين هو قال يوجد في مكان آمن وإنه يريد أن يراك هذا الكلام عن الملك نعم قال هيا لنرى قال هل استسلم هل تنازل قال تنازل وتنازله هنا في جيبي المذبوح قال هذا نعم. الكلام على نعم. أعبابه نعم. هيا لنراه إذا كان كل هذه ملامح الاتفاق بين الرجلين نعم. بدأت رموزه تتفكك أمامكم واحدة بعد الأخرى نعم. الآن. نعم. وأنا شخصيا لم أستمع يعني طبعا هذا ما أقوله كما قلت شيئا من هذا ولكن الأكثرية مما جرى طبعا لما كنا في تزمن مارت وفي المحكمة إلى غير ذلك اكتملت الصورة. الرئيس الذي كان ملاصقا لاعبابه وكان يسمع الحوار كتب هذا ايضا في في نعم. مذكراته فقال له هيا لنراه قال ساذهب يريد ان قال ساذهب بمعيه ضباطي قال له انه يريد ان يراك راسا لراس فقال له على حسب ما قال لي اصدقائي لما تبع أباب المدبوح قال المدبوح كلمة على حسب ما قاله الرئيس قال كلمة ربما كانت هي السبب في في القضاء عليه قال أعتقد أنه هنا هيا لنبحث عنه كأنما يضلل إشارة كأن فيها تضليل لأعبابه أنا لم أكن بعيدا من 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 المشهد لأني سمعت طلقات نارية التفت فإذا بالمدبوح يسقط يسقط أرضاً مدرجا بالدماء طب دعني اكمل لك قبل ان اخذ لك مربع في الصوره نعم. رواه الملك بنفسه نعم. الى الصحفي الفرنسي اريك لوران في الكتاب الذي نشر في ذاكره ملك يقول عند الشروع في اطلاق النار لم يخطر ببالي ان المدبوح يمكن ان يقوم بعمل من هذا القبيل لقد كان رجلا يحترم المظاهر العسكرية ويوليها من اهتمامه الشيء الكثير ثم يقول بأن المدبوح طلب منه بأن يذهب بصحبته لرؤية أعبابه ولكن الملك رفض وقال لا أتفاوض مع ضابط تحت إمرتي ولكن اذهب إلى أعبابه وأحضره لي هنا إن أردت معنى ذلك أن المدبوح كان صادقا حينما تحدث مع أعبابه بناء على رواية نعم الملك نعم التي لم يسمعها أي من الرجلين نعم ولم يشاهدها نعم لأنك لهما قتلا بعد ذلك نعم نعم أنت سمعت الحوار الذي وزملائك الحوار الذي دار بين المذبوح وبين أعبابه نعم والملك هنا يؤكد صدقية المذبوح على الأقل في هذا النص الاستماعي نعم لست معي؟ نعم, 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 نعم 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 نعود إلى استكمال باقي المشهد التفت بعد اطلاق الرصاص فوجدت المذبوح على الارض. نعم يعني هذا المشهد رايته ورايت مزيرج ينحني على المذبوح. مزيرج هذا صهره صهر المذبوح. ويبكيه يقول اخي اخي يعني يبكي يبكي موت الجنرال المذبوح. عباب كان ينظر الى المذبوح ملقى على الارض هز كتفيه. وانصرف أنا شخصياً ببرودة, ببرودة الأعصاب التي الأعصار. يدير بها يعني المشهد ببرودة من بدايته. أنا لم حقيقة من أطلق النار؟ هل بإيعاز من الكولونيل العبابو أم كما قال البعض رصاصة طائشة أو طلقة طائشة العلم لله لأن المدبوح سقط مع في نفس اللحظة مع طبيب الملك. الدكتور بن يعيش سقط في نفس اللحظة يعني نفس الطلقات التي أصابت المدوع هي التي أودت بحياة الدكتور بن كم متر المسافة كم متر كانت بينك وبين هذا المشهد تقريبا أعتقد عشرة أمتار ليس أكثر من ذلك ليس أكثر من ذلك هنا رواية ذكرها محمد الرئيس الذي كان يقف إلى جوار أعبابه وسمع الحوار مع المدبوح وكان ضمن المجموعة التي تقف في صفحة 28 من كتابه من السخيرات إلى تزم مرت تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم يقول الرئيس أن تلاسنا تم بين الجنرال المدبوح ومحمد أعباب حيث أن كل منهما حيث اتهم كل منهما الآخر بالخيانة مما جعل أعباب يأمر كل من الضابطين دال وباء على حسب رواية الرئيس بقتل الجنرال فأطلقا دفعتين من الرشاشات واحدة قتلت الجنرال المذبوح والأخرى قتلت طبيب الملك بن عيش وبذلك أصبح أعبابه هو المتفرد في إدارة الأمر محمد الرئيس هنا الذي كان أقرب منك إليهما يقول أن أعبابه ربما أومأ إلى هؤلاء الذين قتلوا المذبوح ذلك ما قاله لنا في السجن و... هذين الضابطين اللي اشار لهم دال وباء تعرف من هما؟ لا لا اعرفهما دال وكثير من من يبتدي اسمه بالدال أصلاً. لكن حينما روى لكم الروايه لم يذكر اسماء الذين يذكر اطلقوا النار لم يذكر اسماءهم وطبعا وهو الوحيد الرئيس الذي كان موجودا وبقي حيا من المجموعه التي شهدت عمليه تصفيه المدبوح الاصدقاء يعني الذين التقيت بهم وكانوا على مقربه يعني لم أجد أحدا أكد أو نفى هذا. مم. يستطيع الإنسان من يعني يستحيل على الإنسان أن يقول شيئا لم يره. لكن التأكيد على أن الآن الجنرال المذبوح هو القائد الفعلي لذلك نعم التحرك. المؤكد هذا وأن أعبابه هو الأداه من خلال المدرسة والطلبة الذين تحركوا للقيام بهذا الـ الـ الإنقلاب أو المحاولة الإنقلابية هذه. أعبابه مقتل قائد أي حركة تمرد بيصيب الباقين لكن أعبابه هنا كأن شيئا لم يحدث نعم واصل ما كان واصل إلى النهاية ما فعلا. هي الخطوات التي قام بها أعبابه بعد قتل المدبوح أعبابه كان يطلب من جميع الطلبة أن يخرجوا أن يخرجوا المدنيين إلى خارج القصر وكان كأنه يبحث عن شخص بعينه كان يمر ذهابا وايابا يبحث عن بين الناس بين الموجودين الناس كان جميع الشخصيات من وزراء ومن ومن رؤساء الأحساب ومن سلك الدبلوماسي الى غير ذلك طبعا كان يذهب كي يبحث عن شخص بعينه انا لم اره في هذه اللحظة لم ترى المذبوح ولا لم ترى لا الملك؟ لا المذبوح مات يعني قصدي عفوا اعبابه لم, لم ترَ ترى أعبابه. به الا ثانية كنت امر فاذا به وانت انت لم تكن تعرف ما دورك وكذلك باقي الضباط الكل لا. كان ضايع وتايه لا الكل كان تائها يعني لو سمحت لي بتوضيح بعض معالم المشهد فت... انا اريدك نعم. ان نعم. هذا فالحقيقه كانت هنالك فتنه عارمه يعني كالسيل الجارف الذي اخذ الاخضر واليابسه في كل في في في, في 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 طرقه كيف؟ بحيث انه لما بدا تراشق النار حتى الطلبه فيما بينهم بداوا يتراشقون بالنار فيما بينهم سقط الكثير من الضحايا يعني بالرصاص الطائش في وهم <applause> يعتقدون انهم يناورون هذه هي الماساة والحقيقه كيف تقنع بها الناس الناس تجا كل شيء كان متجاوز في المحكمة قال ك... كان المستشارون من من الضباط يقول لماذا لم تفعل كذا؟ فقال له ضابط ولماذا انت لم تفعل كذا؟ انت الضابط السامي تريدني انا ان اكون عنتر بن شداد لكي احول مجرى التاريخ، لماذا انت كنت مكتوف الايدي تنظر مستسلما؟ لماذا؟ كان هذا الضابط موجودا في في القصر؟ من هو؟ الكولوني الخرابه والملازم والملازم الصفراوي قال له وانت ماذا فعلت؟ انا كنت امر بجوارك مرارا وتكرارا هل امرتني بشيء؟ اذا الكل كان خائفا ومرعوبا ولا يستطيع الكل كان متجاوزا الكل كان لا يفكر الا في نفسه الا في النجاه بدليل ان عباب كان بعض الناس يرحبون به ويهنئونه طبعا من بين هؤلاء طبعا من الناس وهذه هي الحقيقه المره على الغالب. محمد الرئيس يقول كان من بين الحاضرين سفراء معتمدون في الرباط ووزراء ونواب برلمانيون وزعماء أحزاب سياسية ونقابيون وموظفون سامون وجنرالات رجال أعمال ضيوف أجانب فنانون كلهم وقفوا جنبا إلى جنب مع السائقين والطباخين والمدربين كما في يوم الحساب وقد وقف أعبابه كأمر بأمر نفسه. بيده حياة الناس ومماتهم كان العرق يتصبب منهم بفعل الحرارة وبفعل الخوف من التصفية الجماعية أيضاً كمل لنا المشهد نعم أكمل أنت الحقيقة أن أعبابه عندما كان يبحث كان الكل يتفاداه والكل يخشى أن تقع أن, أن تقع عينه عليه علي. مشهد من بين هذه المشاهد يعني وقفت عليه ورايته راي العين وطبعا وانا كنت المامور في كتابي لم اريد ان اقول انا وهنالك يشهد بها الرئيس نفسه هنالك روايه اقولها لم اريد ان اقولها في الكتاب هذه للمره الاولى تكشف عنها اكشف عنها للمره الاولى لما خرجت مع لما اسقط لما قتل المذبوح كنت امام مسبح فإذا ب بتلميذ يسيء المعاملة فرنسية أو أجنبية، تكلم اللغة الفرنسية. أنا دفعته، وبالأحرى ركلته. أقول هذا لا لتزكية نفسي، ولكنه الحق، من أراد أن يصدقه فليصدقه، ومن شاء أن يرى فيه شيئاً آخر فليرى فيه ما يريد، هذه الحقيقة المطلقة، بشهادة الرئيس وبشهادة من كان. لم تعجبني معاملة التلميذ لهذه السيدة ضربته فالتفت إلي وأراد أن يصفيني يعني. تلميذه تلميذ وتلميذي يعرفوني كان تحت إمرتي وفي السنة الثالثة صوب رشاشه الخفيف صوبي وقال والله لو لم يكن خيرك قد سبق لقتلتك كالكلب نحن هنا لسنا في هرموم. إياك أن تعيدها مرة ثانية انفلتت الأمور انفلتت لكي أعطيك صورة أصبح السلاح والرصاص هو لكي, لكي أعطيك صورة عن الانفلات أنا لم أجد طبعا طبعا العقل السليم يطلب مني أن أتريث وإلا و... و... أرد الفعل إلا و... صفاني سكت على أن أؤجل النظر في هذا في هذا التصرف في أهرم طبعا كنت أعتقد أن ستعودون في هذه المرة وبمحضر من السيدة التي سأعرف فيما بعد أنها مربية إحدى المربيات البلجيكية إما لأحد الأمراء وأعتقد أن لها من النزاهة ومن الصدق لكي تؤكد هذه الرواية التفتت إلي وقالت سيدي أعتقد أنك ضابط قلت نعم يا سيدتي قالت لي هل بإمكانك أن تأتي لي بالطفل الذي يبكي هناك قلت له قلت لها طبعا ما ليس هناك أي مشكلة أخذت طفلا كان عمره كم سنة أعتقد سبع سنوات أو شيء من هذا القبيل أخذته بيدي وهو يبكي لم تكن تعرفه لم أكن أعرفه أخذته بيدي فقط أقولها للتاريخ يعني عمل إنساني أخذت الطفل وصاحبت السيده مع مع الجموع المدنيين الخارجين الى خارج القصر وسلمته لها واصيت في الخارج بعد الطلبه بحسن مساعده هذه السيده انتهى الامر دون ان تعرف شيئا عن الموضوع ساعرف فيما بعد دقائق بعد خرج عندي من بين المدنيين رجل اسود اللون من الذين يعملون بالقصر كان لابسا جلبابا ابيض طربوشا احمر وارتمى علي قال لي ارجوك ما انا الا عبد من العبيد نحن لم نصنع شيئا اذا اردت ان تبحث عن سميت سيدي شيء من هذا القبيل أنا فهو يوجد هناك على الملك انا فهمت ولم اريد ان افهم بكل صراحه نظرا للظرف الدقيق إذا كنت ت ت ت ت هل سميت سيدي شيئا من هذا القبيل أنا لا أعرف الكلمات التي أذني احتفظت بهذاhã. بهذا فهو هناك أما نحن ما نحن إلا عبيد هذه السيدة هذا الطفل الذي أتيت إنه أمير وهذه مربية أرجوك إن أردت شيئا من هذا فأنا أعطيه إياك ولكن خلي سبيلي قلت له أنت مع الجميع أنا لم أريد أن أدخل في 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 التفاصيل، عرفت بأن الأمر صعب جدا. مباشرة وراء هذا الحادث التقيت بعبابه بعبابه بعبابه، أنا أنا لم أقرأ التفاصيل هذه في كتابك ولا في أي من الكتب الأخرى، لكني قرأتها هذه القصة دون اسمك أنت في كتاب صديقنا الملك لجير بيرو وقال أن هذا الطفل لم يكن سوى ولي العهد آآ آآ الأمير محمد الذي أصبح بعد ذلك ملك المغرب محمد السادس جير بيرو قال هذا في كتابه عن تلك القصة بالضبط لكن أنت لا تعرف آآ آآ هذه التفاصيل وإلى الآن تعتقد أنه كان مجرد أحد الأمراء أنا لا أدعي بأنني عرفت الطفل ولا أد المهم على حسب ما قال لي ذلك الخادم بالقصر قال لي إنه الأمير أمير أنا لم أرد أن أبحث عن التفاصيل هذا العمل أؤكد لك التقيت براهب اسمه فانسون كان يعمل في في مكتبة اسمها لاسورس وهو حكى لي بانه التقى بهذه المربيه وحكى وحكت له نفس القضيه لماذا لم أقول بان الضابط هو انا لانني اعرف الكثير من الناس سيقولون بعد تزمامرت ها هو ذا يتزلف ها هو ذا يتملق ها هو ذا يظهر ملحمه وبطوله انا عملت انسان بسيط جدا عمل انساني ولم اشا ان اذكر اسمي انما التقيت مع عبابو في هذه اللحظه بعد ذلك كيف كان الوضع كان خف الرصاص بعد كم تقريبا كان استمر الرصاص يعني مشتعلا اعتقد الرصاص مره ما يزيد من نصف ساعه كانت الكثافه مهوله وبعدها خفت العاصفة نوعا ما حينما خفت العاصفة كيف كان المشهد؟ كان المشهد عبارة عن يوم الحشر عبارة عن يوم الحشر كل نفس تنادي نفسي نفسي كل واحد يريد أن نجات بنفسه حتى نحن حامل السلاح كنا نقول ما هذا هذه المصيبة الدهماء ما هذه الكارثة ففي الحقيقة وقع انفلات وقعت فتنة عارمة ويعني هنالك من الاشياء الاشياء التي لا زلنا نطرحها الى اليوم كيف بضابط في مستوى بابو ان يتسبب في هذا هنالك اشياء غامضه نجهلها التي تسببت وهنا افتح القوس واقول بان مزيرك لما كنا في السجن قال لي كلاما هذا صهر الجنرال نعم سهر قال لي كلاما اعتقد ان له كثير من الموضوعيه ماذا قال؟ قال لما تاخرنا ساعتين على الميعاد المحدد طبعا المذبوح شعر بالخطر وقال بان عبابه سينقض عليه بكيفيه اخرى يعني سيحل محله سيذهب عند الملك ويقول له انظر ماذا كان يصنع ويخطط له المذبوح فخاف على نفسه خاف ان ينتضح الامر فارسل في طلب العباب ويقول له تابع السير الى الى بن سليمان ونؤجل مره اخرى هذا الانقلاب ولكن نعباب في نفس الان لما جاء عنده قال, قال له تابع السير مع العلم ان نعباب كان قد ارسل زوجته واولاده الى الى فرنسا فهي اما لعبة البوكير إما هكذا وإما هكذا قال كيف يمكن أن أن أؤجل بعد الذي أجلناه كيف يمكن أن أؤجل هذه المرة هل هذا هو السبب الذي جعل كل منهما يتهم الآخر بالخيانة هذا ما قال لي مزيرك هو في الدار الباقية رحمه الله هذا هذا ولا, ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه هذا ما قال قاله لي وإحنا كنا في كان معي في الزنزانة وقال الله والعلم لله هل هذا صحيح على كل حال أين الدرك الملكي أنا ذاك وأين لم يبقى لا درك ملكي ولا شيء لم يبقى لا درك الكل كان معتقلا البعض منبطح على بطنه والبعض واقف والبعض الآخر جالس القرفصة ماذا عن الجرحى والقتلى؟ والجرحى مرمون هنا وهناك يعني كانت مناظر مهوله وماذا عن موائد الطعام الفاخره؟ موائد الطعام الفاخره تلميذ اخذ رشاشه واخذ يرشق بالرصاص تلك الموائد ما زلت اعقل قال انظر ماذا ياكلون ونحن ناكل كيكي، كيكي وكان نوع من السردين الرديء الذي كان يعطى انظر ماذا كانوا ياكلون كان البطخ وطبعا كان ذلك البطخ يلعن الطلبه حقيقه انهم اغاضهم ذلك ولكن كما قلت وقع انفلات لم يعد احد يحكم احدا لم يعد احد يدري من ضد من يعني فتنه كقطع الليل المظلم هل رايت اعباب يقتل احدا بيده؟ لا لم ارى للتاريخ لم ارى رايت رأيت مقتل كولونيل أمامي. كولونيل خياري؟ لا، كولونيل كان قائد الدرك الكولونيل أبو الحمص. أبو الحمص؟ نعم. كيف قتل أبو الحمص؟ أبو الحمص كان الجنرال بعض الجنرالات فوق سيارة رباعية الدفع الكات كات، فجاء عبابه وببرودته المعهودة طلب من الطلبة وضباط وضباط الصف اللي كانوا متواجدين هناك بأن ينزلوا الجنرالات من على السيارة الجنرالات دول كانوا مشاركين في الاحتفال كانوا في الاحتفال وكانوا محروسين بالحرب تفتكر من هؤلاء الجنرالات كان الجنرال حمو حمو هذا كان رفيق الجنرال الأفقير في نعم الحرب الصينية نعم, و... نعم وكان يعني سهر المالك نوعا ما لانه يعني من قبيله زيان التي تزوج منها الملك. نعم. على كل حال كان الجنرال حمو وهو جنرال مشهور كان مشهورا جدا في وله صيت طيب جدا نظرا لطيبوبته ولبساطته ولاشياء اخرى. وكان هنالك الجنرال الخياري وهذا كذلك كان كان جنرالا من اجود الجنرالات وطبعا واشهرهم. والجنرال ام حارش الذي كان مديرا لنا في الاكاديميه الملكيه العسكريه. مم. كان في السنه الاولى طبعا يعرفوني واعرفه جيدا ان كنت تنويه. والجنرال الرابع اعتقد اعتقد انه الجنرال حبيبي اعتقد صحيح. صحيح. اما الكولونيل هو الوحيد الذي كان مع الجنرالات هو الكولونيل ابو الحمص. كيف أبو الحمس؟ كيف تخلص أعبابه من أبو الحمس؟ نزل الجنرالات وقد كانوا مطوقين من طرف الطلبة تقدم الجنرال الحم هو الأول تبعه الخيّاري الجنرال الخيّ ثم أمحارش ثم الجنرال الآخر وأخيراً نزل الكولونيل أبو الحمس وكان رئيساً للدرك للدرك الملكي والكل كان يعلم أن عداوة قائمة كانت بين الرجلين بين أعباب وأبو الحمص كان كلاهما يكره الآخر كان يتباغضان الكل م. كان يعلم هذا المهم قال له بأدب جم تفضل من كولونيل تفضل هذا ما سمعت بعض الأصدقاء سمعوا أشياء أخرى أنا لم أسمع لكن أنت سمعت هذا بأذنيك سمعت أعباب ويقول له الفرنسي يقول له أبنصي من كولونيل تفضل من كولونيل بأدب جم أنا طبعا هنا لم أقل بأن المقصود هو أنا قلت التفت إلى ضابط ولكن في محاضر الشرطة هناك موجودة التفت إلي عباب وقال أقتل أقتل كانت من أحرج اللحظات التي عشتها في تلك الفترة قال لك أن تقتل الكولونيل أبو الحمص أبو يعني أشكر العناية الربانية التي تخيل في ظرف يعني أقل من الثانية ينبغي أن تفكر إما أن تقتل, أن تقتل وإما تقتل هداني وكأن شيئا ما ما بداخلي لم أعد أنا أحمد هو الذي يتحرك يعني تفاعلت أو تماثلك يعني أوهمت حاولت أن أوهم عمامو بأن وقع لي حدثا في ايضا دون ذكر اسمك هذه الروايه جاءت في كتاب صديقنا الملك لا. لأ قال ان الضابط تعلل بان عطلا حدث في سنة. الحمد لله انا لم اقرا اه صديقنا الملك قراته ولكن لم انا آه يعني تماثلت بعطب وقع في رشاشتي واخذت اجر يسمى الكلاس الى الوراء عباب في هذه اللحظه رمقني بنظره حاده وكأنه يختبر صدقي وفي هذه اللحظة تطوع تلميذ، وأطلق النار على 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 الكولونيل، كان مشهدا فظيعا إلى حد الساعة، أتذكره بحذافيره، كان مثيرا وغاية في، سقط، سقط الرجل، لما سقط ذهب عبابه يعني عملية الإعدام بهذه الطريقة أمام الناس، كيف كان ردة الفعل؟ من الوقوف يعني تفقد تفرغ الدماغ الجمجمة من مخها يعني تبقى ذاهلا كتبقى مشتوها لا تعرف ماذا ماذا يصنع هل أنت تعيش في واقع أم في خيال يعني في في خيال بشع والغريب في الامر ان هذه اللحظات مرت بسرعه بسرعه مرعبه كانك تعيش كابوسا حينما ينادي اعبابه على الكولونيل تفضل يا كولونيل ثم يطلب من الضابط منك أنت يقول لك اقتل الكولونيل أي برودة أعصاب أي أي شخصية وهو مصاب في كتفه نعم برصاصة نعم ربما منذ ساعة نعم وهو ينزف أفتح قوسنا لأقول بأن عبابه على حسب ما قال ما صرح به أصدقاء أنور طبعا قال إني لا أندم على شيء ندمي على هذه المدرسة التي ورطتها في هذه العملية القذرة. هذه كثير من الضباط شهدوا له بهذه القول. مقولة ثانية قال: أنا سأبيع جلدي غالياً إلى النهاية سأبيع جلدي غالياً. قرأت هذه الجملة تحديداً في أكثر من مصدر أيضاً. الآن أصبح أعبابه هو الأمر الناهي، لم يعد هناك المذبوح، لم يعد هناك أحد. كان أعبابه يبحث عن الملك لا يعرف أين هو موجود وفي نفس الوقت لم تفته ان يصفي عداءاته الشخصيه. في استكمال للمشهد بالنسبه لقتل ابو الحمص حينما ضربه الـ الجندي وسقط على الارض. يبدو انه لم يمت من فورا. لم يمت فعلا لم يمت والغريب يعني المثير في هذه القضيه وان ابن عمتي كان من الدرك في القصر يشتغل في القصر. وكان على مقربة مني منبطحا على ورأى المشهد هو نفسه وكان ينادي علي همسا أنا تعرفت ببضعة من أصدقائه في الدرك وسهلت لهم الفرار وهم يستطيعون يشهدوا بهذا أنا لم أرى ابن عمتي اسمه عبد الحق لم أرى ولكن هو يشهد طبعا شهد أبابه لما ذهب جاء تلميذ وقال إنه لم يموت كان يحتضر فرجع وامر تلميذا فاجهز عليه. يقال ان أعبابه وضع قدمه فعلا على راسه واطلقه عليه الرسول هذا صحيح وقال للتلميذ هكذا يكون القتل نعم صحيح صحيح في مشهد اخر للقتل مرعب مثل كل القصه محمد الريس روال ان هو هو الذي قام بعمليه القتل ليه محمد الريس نعم، نعم. محمد محمد الريس الوحيد فيكم جميعا الذي اعترف امام المحكمه وقال انه ارتكب جريمه قتل وبالتالي هو الوحيد الذي حكم عليه بالاعدام يقول محمد الريس في غمار البحث عن الملك اخرج اعباب قبطانا مسنا من المساعدين الأقربين للأمير مولاي عبد الإله كان واقفا ضمن الرهائن ودار بينه وبين أعبابه نقاش حول مكان اختفاء الملك لكن الرجل, أط... لكن الرجل أنكر أترك هنا الرواية لمحمد الرئيس في صفحة 38 من مذكراته يقول صرخ أعبابه في وجه في وجه الجنرال بوجمعة قائلا في القبطان بوجمعة القبطان بوجمعة قائلا كلكم جبناء وخونة سأقتلكم جميعا ثم استدار نحوي ومسدسه مصوب الى صدري، ثم اصدر الامر الي التالي: الريس اقتل هذا الخائن. ترددت حسبت اني احلم وانها مجرد تهيئات لا اقل ولا اكثر، لكن اعبابه كرر الامر بلهجه تهديد وقد صوب الماسوره نحوي والتمعت في عينيه شراره حقد ورعب كان ينتظر رفضي ليرديني قتيلا. نظرت اليه نظرة المتسول الذي ينتظر صدقة وكانت صدقتي التي انتظرها من هذا الانسان البشع والمنعدم الضمير هي تراجعه عن قراره القاسي والحال انه اصر بالحاح وهددني بالقول: حذاري لا تدفعني لكي اقتلك ايضا. هذا الانذار هز كياني وارتعدت له فرائصي فطفى على, على السطح جبني الذي طالما خفت اخفته انفتي الزائفه واحساسي الانساني المزعوم. واستولى علي جبن رهيب وقاهر وتاهت نفسي في سراديب الخوف من الموت في عز شبابي اهتز جسدي كله وانا افكر باني ساقتل انسانا لا اشك انه بريء او اعزل على الخصوص لم يكن امامي خيار فاذا ما انا رفضت تنفيذ هذا الامر الوضيع سيقتلني اعبابه ويقتل القبطان ايضا، واذا قتلته ستظل الجريمه عاقله عالقه بي الى الابد حتى لو كانت فعلتي غير اراديه واجباريه. تحت تهديد السلاح ستظل جريمه وعمل غير عادل ولا انساني في حق شخص اتهمه المتامر الرهيب بانه خائن. كلما كنت افكر فيما ساقدم عليه اختلطت علي افكاري وتشوشت ذاكرتي مع تسارع الاحداث ورعب الفعلة لم استطع, أستطع ان اقاوم احساس الإنسان, الانسان الذي دفعني من القيام بما امرت, أمرت به وانتصر, وانتصر الجانب المدنس في ودفعني, ودفعني الى الضغط على الزناد حتى ان دوي الطلقة, الطلقه فاجاني خر القبطان صريعا صريع. وسقط معه ليس فقط كل ماضي الذي كان مصدر عزتي وافتخاري تاركا وراءه احساسا بالعار بل سقط معه ايضا مستقبلي أصبحت إنسانا محطما لأن محمد أعباب نزع عني في رمشة عين أعز ما لدي شرفي مكثت مسمرا في مكان شارد الذهن أنظر إلى الفراغ الذي اكتسح حياتي منذ أذن. أنا سؤالي هنا كيف كان يريد أعباب أن يحولكم جميعا إلى قتلة؟ أعتقد أنه لما أدرك بأن الإنقلاب فشل وأن المذبوح العقل المخطط الذي لم يكن يريد أن يدير هذا الانقلاب بهذه الكيفية، لأن على حسب ما قيل لنا فإنه كان يريد انقلابا أبيض. لما وقع هذا الانفلات ورأى عباب أنه أن الأمور خرجت من يده، كانت له حسابات وأراد أن يصفيها وأراد أن يحدث الكثير من 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 الاضرار قبل ان قبل ان يموت صديق توفي معي في تازمانت اكد لي من هو محجوب محجوب المرحوم محجوب, محجوب اليقيني اكد لي اكد ما كان ضابطا معكم ضابط في طبعا في فوجي من فوجي اكد بان عبابه هنا زاد الامور غموضا كان يهتف لنقتل الخونه عاش الملك هذه وجدتها في كثير من الكتب ايضا لا. كيف كان يهتف بحياه الملك وهو يبحث عن الملك حتى يقتل هل لتمويه ام لتغليط لست ادري المهم انا لم اسمع ولكن اصدقاء كثر قالوا قالوا هذا طبعا لكي ابرز الفتنه الكل كان متجاوز، الكل كان ينتظر النهايه. كيف ستؤول اليه نهايته؟ وطبعا المحظوظون هم من لاذوا بالفرار. من سهل لهم اللوذ بالفرار، اما الباقي فظل ينتظر. هل هناك من تم تسهيل لوذه بالفرار؟ طبعا من قبلكم انتم ام من قبل؟ قال لي الملازم الصفراوي عندما كان داخلا راى الـ 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 الوزير من مستشار الملك احمد رضا كديره كان خارجا طبعا, طبعاً هاربا الكل هنا كان يهرب بجلده الكل يهرب بجلده بدون وطبعا الناس الذين طلبوا منا كثيرا في المحاكم الاشياء لماذا لم تفعل بحل؟ يعني شيء 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 لا يخطر ببال احد كيف لي مثلا يقول, يقول لك الرئيس لماذا لم تغير الاحداث او غير ماذا أغير ماذا؟ من ضد من من تعلم ليست لي معطيات محددة لا أعرف الوضعية هل الجيش كله متورط ونسيت مهمة جدا هذه نقطة مهمة هو أن عبابه قال لا تنسوا في مقندل بأن هنالك عناصر أخرى من الجيش ستتدخل في اللحظة المناسبة وهذه مهمة جدا يعني كده أعطاكم إيحاء أنكم لستم وحدكم في هذا الموضوع نعم عناصر وحدات من الجيش ستتدخل فيه. هل تعتقد أن المدبوح كان قد رتب هذا وكان فقط أعطى لأعبابه هذا القسم من الموضوع وكان هناك ترتيبات مع جنرالات وضباط وأقسام أخرى من الجيش الأستاذ أحمد كيف لي أن أعرف وأنا ضابط صغير بعد ذلك كيف أعرف؟ من المعلومات من المعلومات من التي من المعلومات التي كانت تروج والتي قيلت هو أن المدبوح كان يخطط لانقلاب أبيض نظيف وكان سيخرج الملك وسيخيره بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية لكي يذهب إلى من بعض الأشياء التي قيلت أن في بعض المصادر من الكتب قالوا أن الأعباب سأل المدبوح في هذا النقاش الذي كانت تطرم إلى مسامعك هل أعطاك التنازل؟ فقال نعم هو نعم. في جيبي نعم. آه هذه من الروايات التي وقيل أن مصدر مصدر بعض المصادر ايضا وليست موثقه قالت ان الملك كان قد تنازل واعطى المدبوح فعلا آه هذا التنازل ولكنه سحب من جيب المدبوح بعدما ذبح بعدما قتل المدبوح بعد ذلك لكن كل هذه الاشياء غير مؤكده وفيها في, في يعني نفس المشهد المليء بالتشوش كان يبدو كثير من الروايات والاشياء كانت مشوشه آه اعبابه بعد ذلك ماذا قرر اعبابه بعد هذه الاحداث وغيرها طلب من المدرسه اريد اسالك انت شاهدت الرئيس وهو يقتل هذا الرجل لا لا لم أشاهد شاهد لا لم شاهد لا لا اعبابه بعد هذه الاحداث طلب من المدرسه ان تنسحب ووقع انسحاب فوضوي كانت الفتنه على اشدها كيف يعني كان كثير من السيارات الشاحنات معطلة من العجلات يعني أصيبت بالرصاص. بالرصاص إلى غير ذلك ف... فوقع انسحاب بعد أن طلب من أخيه أن يبقى في القصر وأن يتابع البحث عن الملك عن الملك سمعته وهو يصدر لا. لا لا, لا طبعا ساعرف الانسان في القصر واسع وواسع لا يمكن ان ترى الا جزء من من الاحداث لا يمكن ان ترى كل شيء انا نفسي كنت احاول ان استكمل المشهد من المصادر المختلفه واجد صعوبه وتشويش صح. حتى عند الرواه نعم صعوبه م. كبيره المهم لما خرجنا الاغلبيه الساحقه كلنا لان نقول كلنا تابعنا وكاننا وكان عقولنا انتم ماخوذون ماخوذون كاننا في ذهل كاننا لم يقتل طلبه في هذه نعم لم يقتل طلبه طلبه قتلوا كثيرا وهذه هذه الروايات هنالك بعض الجهات الصحفيه التي تريد ان تغطي على مقتل الطلبه لا الطلبة هنا هنا في القصر في تضرروا كان اول طالب سقط هو المرحوم العود اسمه العود حتى اننا كنا في المحاكمه عندما ياتي التلميذ يقول ماذا رايت يقول رايت العود قد سقط ف, ف... ف... كان ذلك يثير اعصاب الرئيس فيقول في الم أه ترى الا العود والعود عندنا بالمغربيه هو الفرس ألم ترى إلا هذا الفرس يعني لا لا أقصد بالعود تلميذ ضابط صف سقط وكان مشهورا لأنه كان رياضيا في بالضبط. كرة القدم رأيت العود قد سقط سقط كثير من, من من الطلبة على أي أساس استبقي عدد من الضباء من الجنود ويعني كنتم أنتم قسمين وأنت كنت تبع القسم اللي تبع شقيق أعبابه الآن أنت ذهبت مع أعبابه إلى خارج القصر لا بعد هذا بعد هذا لم ي يعني اختلط الحابل بالنابل لم يجمعكم ف... يقول هؤلاء يقول اختلط الحابل بالنابل المهم وقعت فوضى عارمه وقال هو قال لي... لمن حوله بان الطلبه بان ياخذوا الشاحنات ويتبعوه وهذا قال لذاك الى غير ذلك ووقعت وخ... الفوضى وخرج الناس آه يعني من... لم يجمعكم لا, و... لا 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 كانت الفوضى عارمه فتنه فتنه اقول لك قطع الليل المظلم كيوم الاخره كيوم الحشر ماذا تدري ماذا يمكن ان تجمع في هذا الشتات؟ المهم طبعا عرفنا فيما بعد انه توجه الى اخيه وقال له امكث هنا وتابع التفتيش يعني الملك طبعا محمد بقي في القصر مع ثلاث او اربع كوماندوهات اما الباقي كله ذهب يقولون إيه؟ 90 ضابط وجندي آه لا هذا العدد آه ما هو اخر ما وقعت عليه عيناك قبل قبل ان تغادر الصخيرات؟ اخر ما رايت وعندما امرنا بال بالرحيل يعني بالانسحاب ركبت في سياره فاذا برصاصه تسقط مدنيا كان امامي لست ادري كيف لم تصبني انا فخرجت من السياره و وجدت سائقا من اهرم أعرفه اي سياره اللي ركبتها سياره عسكريه ام كان إيه؟ مدنيه؟ مدنيه مدنيه كان, كان تركبوا كان... اي حاجه؟ اي حاجه اي حاجه مثلا كان هناك عشرات السيارات طبعا هؤلاء نعم الضيوف نعم جايين في نعم سيارات نعم نعم اي سياره؟ اي سياره كان لك فتنه عارمه الانسان كان يفكر الا في الانسحاب اقولها بكل صراحه الانسحاب كان ال... يعني انت جئت هنا لماذا؟ ماذا فعل بك؟ ماذا سيفعل بك؟ لماذا انت هنا؟ لماذا لم يقولوا لنا لماذا لم يشرحوا لنا المهمة لماذا استعملنا كذا يعني طبعا تكون في غليان شديد و يعني أسئلة شتى تتضارب في رأسك في مخك ماذا حدث وماذا سيحدث يعني كان هذه الحقيقة المهم لما حصل هذا ركبت مع مع سائق اسمه العياشي من بلدتي ركبتم سيارة عسكرية أم سيارة عسكرية كات كات سيارة رباعية الدفع وانطلقت وتابعت وتابعت كما تابع الآخر مشيت في موكب في قافلة في موكب في قافلة مم. في كنتم قافلة. تتجمعوا في الخارج مثلا قافلة, قافلة المهم الكل يتبع يتبع كم المدة اللي بقيتوها في السخيرات تقريبا ثلاث ساعات فقط ثلاث ساعات ثلاث ساعات مرت كنبح البصر كأن دقائر. ثلاث دقائق ثلاث دقائق لا يعني يستحيل على الانسان ان يستوعب بانه مكث في القصر ثلاث ساعات وحينما خرجت كنت تعلم اين تذهبون؟ لا ابدا انا انا شخصيا لم اكن اعلم تابعت تابعت القافله كما تابع غير القافله حتى وصلنا الى القياده العليا لما طبعا توقفت الشاحنة لم يدر بينك وبين زملائك من الضباط اي نقاش اي حديث استفسار طبعا كنا مره التقي بهذا والتقي بهذا في تلك الفتنه العارمه التقي بهذا فاقول له ماذا حدث يقول لا لا اعلم لا اعلم في تلك حتى الذين علموا لم يرد ان يخرج من فمه قلم لم يصدق او لم يرد ان ان يقول بانه علم ماذا لا التقيت برئيسي انا مم. والمرحوم الغالوق ماذا حدث قليلاً لا لست أدري ماذا رتبته كان كان ملازم أول قليلاً لا لست ماذا العلم لله ماذا قال, لي قال لي العلم أستطيع... لله وكلكم تحملون السلاح لا و... طبعا الكل يحمل السلاح ولكن ما هي المهمة التي جئنا من أجلها لم نكن نعلم أي شيء يعني كنا تقريبا عبارة عن سيارة زاغت عن الطريق زاغت بسائق عن الطريق اخذت تدهس الناس ذهب اعبابه الى الرباط واستولى على الاذاعه واعلن البيان الاول ابدا معك الحلقه القادمه من البيان الاول شكرا جزيلا وكان البيان الاول والاخير ايضا ابدا معك في الحلقه القادمه شكرا جزيلا لك كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة أحمد المرزوقي أحد الضباط الذين شاركوا في محاولة الانقلاب على الملك الحسن الثاني في قصر الصخيرات عام 1971 وأحد الناجين من سجن تزمامارت الرهيب. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.